الفصل الخامس التوحيد والتمكين لدين الله في الأرض هناك توهين كبير من أمر الدولة في كلام أهل الفرقة هؤلاء، فهم يزعمون كما ذكرنا أن تركيز الكثير من الدعاة المعاصرين على حاكمية الشريعة سببه أنها تثمر فوائد دنيوية من خير وعدل، وقد فندنا هذا القول في الفصل الثاني من الكتاب، أما في هذا الفصل فسوف نبين اهميه قضيه التمكين لدين الله في الارض اي بكلمات اخرى اهميه الشان السياسي والعمل على ان تكون الدوله في بلاد المسلمين بيد اهل الصلاح والخير الذين يسعون الى اقامه الدين لان وجدنا هذا التيار من اهل الفرقه يهون من الشان السياسي ولا يربطه ربطا محكما بقضيه التوحيد والشرك وقضيه الشريعه عموما ويتصوره تصورا باهتا يدل على عدم الاحساس بما آل اليه حال الامه في ظل اوضاعها الراهنه، وما يمثله التمكين من مركزيه فيما يتعلق بالتوحيد والشريعه. واحد وفي سياق هذا التوهين من امر التمكين والدوله، يقول قائلهم انه لن يحدث العدل الكامل مع اقامه دوله الاسلام، وينبش كما يفعل الكثير من العلمانيين سياقات تاريخيه لدول المسلمين التي قامت عبر التاريخ مع اظهار الانحرافات التي حدثت فيها ليدلل على هذا القول مع ان احدا من الاسلاميين لم يدعو الى مدينه فاضله ولم يزعم احد منهم ان العدل المطلق سيتحقق بمجرد قيام دوله الاسلام بل يكثر في كلام الاسلاميين قبل غيرهم التفريق بين دوله الاسلام التي تقوم بجهد بشري يصيب ويخطئ وبين الدوله الثيوقراطيه في النموذج النصراني الاوروبي، ويؤكدون على عدم عصمة الحاكم، وعلى أن الأخطاء قد حدثت حتى في دولة الخلافة الراشدة نفسها، بل وفي العصر النبوي في المدينة، فلأي شيء يأتي هؤلاء بهذه المقولة، ذلك لتعلم أنها لم تأت إلا في سياق التهوين من مركزية قضية التمكين، فهم يجمعون كل ما تيسر لهم من مقولات ودعاوى ليبينوا أن هؤلاء الإسلاميين حين جعلوا قضية الدولة قضيتهم المركزية، كانوا مخطئين، وقدموا الأقل أهمية على الأكثر أهمية، كالدعوة إلى التوحيد وإقامة أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج. ففي الحديث عن الشرك يقول قائلهم: إن الواعظ قد يعمل على تغيير عقائد الناس إلى التوحيد، وهو مستضعف في بلاد الكفر، بل كثير من الأنبياء عاشوا مستضعفين، ومع ذلك قاموا بعملهم على أتم وجه. وكذلك يتحدث عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الأحكام ليبين أن دور الحاكم في إقامة هذه الشرائع الأساسية في الدين دور هامشي، وأن هناك الكثير من الجوانب في إقامة الصلاة ودفع الزكاة والصيام وغيرها يقيمها الناس بغير حاكم، بل لا يتمكن الحاكم من الإطلاع عليها وضبطها، ومن ثم تكون النتيجة أن تركيز هؤلاء الإسلاميين على قضية الحكم باعتبارها قضية مركزية وأم القضايا هو تضخيم لمساله الحكم بغير حق اذ ان الدعوه الى اهم معالم الدين واقامتها من توحيد وصلاه وزكاه وصوم وحج ممكنه بغير الحاكم ولا يفوت هؤلاء ذكر اهميه مساله الحكم وان للحاكم دورا في اقامه الدين لكن ما قيمه مثل هذه العباره امام كل هذا التوهين من القضيه والتشويش عليها وتجنب الحديث عن اسباب مركزيتها نظرا الى واقعنا المعاصر وما يحدث فيه من بلايا وافات وكوارث ناتجه عن عدم تمكن المسلمين من الدول في بلادهم بل وقوعها في قبضه المجرمين الموالين لاعداء الامه وما ينتج عن ذلك من حرب على الدين والتوحيد والفطره كما سنبينه في هذا الفصل باذن الله فالخلاصه انهم يطرحون قضيه التمكين بصياغه معينه وتركيز على جوانب معينه تهون من امرها في سبيل نقد دعاه اقامه الشريعه والتمكين للدين ويغفلون عن الواقع الذي نعيشه ومحورية هذه القضية حقا ومن هنا ينبغي الانتباه إلى أحد أبرز المفاصل في كشف زيف هذا الطرح وهو استخدامه لمصطلحات لا تظهر البعد الحقيقي لقضية الدولة والشريعة فيقولون السياسة والوصول إلى السلطة ودور الحاكم وما إلى ذلك من عبارات واصطلاحات لا تعبر عن أساس الاهتمام بقضية الدولة ولكن إذا قلنا التمكين لدين الله في الارض برزت محوريه القضيه وارتباطها بالدين وعلاقتها بالتوحيد وهو اصطلاح قراني فيه بركه القران ودقه القران فالمساله ليست مجرد وصول الى السلطه او حديثا عن صلاحيات الحاكم او دوره بل المساله ان هذه الامه قد فقدت التمكين لدينها وما زال امر سلطتها واعلامها ومؤسسات تعليم ابنائها وانظمتها الماليه والاجتماعيه والسياسيه وغيرها بيد أعدائها أو من ينوب عنهم من الموالين لهم المعتنقين لأفكارهم، وتعمل هذه الأنظمة كلها التي تسيطر عليها الدولة ومفتاح الوصول إليها وتغييرها هو الدولة، على التحليل والتحريم بغير ما أنزل الله، ونشر الشرك والكفر والانحلال والإباحية والفساد، ومحاربة فطرة الناس، والتضييق عليهم في حقوقهم التي شرعها الله لهم، فهكذا يُنظر إلى المسألة في حقيقتها، أما من يتناول مسألة التوحيد والشرك ومعالم الدين بشكل نظري فستجده غارقا في مقارنات جزئية لا ترى الصورة كاملة وهو حال الغارقين في رؤية ضيقة الذين لا ينظرون إلى الواقع حولهم وما فيه من نكبات ونكسات حلت بالمسلمين ودينهم اثنان وفي سبيل نقد تركيز الإسلاميين على قضية الحكم والسلطة يتوسل هذا التيار بعض ملامح النقد الاستشراقي الحديث الذي يرى ان الحكم الاسلامي بطبيعته يقوم بالامه ودور السلطه فيه ضئيل جدا وان الاسلاميين المعاصرين الذين يتحدثون عن الدوله الاسلاميه يتبنون نموذج الدوله الغربيه الحديثه التي تغولت على المجتمع لا نموذج الحكم الاسلامي كما طبق في التاريخ واذا كان الاستشراق القديم قد ركز على مسار الدول والسلاطين وساهم في تشويه التاريخ الاسلامي فثمّة استشراق جديد يقوم على إعادة قراءة التاريخ الإسلامي بروح مادحة تعزف عن دراسة الخط السياسي السلطاني إلى دراسة الخط الاجتماعي والعلمي بمظاهره المختلفة، وتتمحور حول فكرة أن إقامة الشريعة كانت مهمة المجتمع لا الدولة. وقد فتن بعض المسلمين بهذه الدعاوى تحت تأثيرين، تأثير المدح والتغني بالتاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين بمختلف عصورها القديمة، وتأثير المطارق الحديدية التي تضرب بها الانظمه العلمانيه الاستبداديه والنظام الدولي كل من تسول له نفسه التفكير باقامه الشريعه عبر ادوات الدوله الى جانب تعظيم ما تخرجه الاكاديميه الغربيه في شؤون المسلمين خصوصا اذا صدر ممن يظهر الصداقه والتعاطف لكن تبقى الحقيقه المره ان الحركات الاسلاميه مع كل عثراتها وكوارثها لم تقم من فراغ ولكنها قامت لان هناك ازمه حقيقيه لدى امه الاسلام وهي انهيار ابرز مكونات بنائها الحضاري الذي لا يقوم الا بالاجتماع على الاسلام ولاء والانتساب الى الشريعه في الاحكام الفرديه منها والجماعيه فثمه قطاع واسع من الشريعه معطل بالقوه قوه الاحتلال الاجنبي الذي ما تزال اثاره فاعله الى جانب قوه الغزو الثقافي هذا مع الضعف الشديد والتشرذم والتفرق والتخلف وتحل مكان تلك الشرائع الاسلاميه بالقوه قوانين لا دينيه اخذت عن الامم الاوروبيه الجاهليه ان كل الاحاديث الرومانسيه عن امكان اقامه الاسلام بدون التدخل في الشان السياسي وتطويع مفاصل الدوله لصالح رساله هذه الامه هي محض اوهام وخيال ونتائج ضعف وهزيمه او جهل وضلال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول عز وجل: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا بد من إقامة الدين كله، وهو يشمل إلى جانب العبادات والأحكام الفردية، احكام الشريعه الجماعيه المتعلقه بالاموال والدماء والاعراض وهذه لا تقوم الا بنظام ودوله ولا يقيمها الافراد وحدهم اذ لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولم يخترع الاسلاميون فكره الدوله بل كانت قبلهم وحتى لو تاثروا كغيرهم ببعض الافكار الغربيه المعاصره فهذا لانهم ابناء عصرهم ولانهم في حاله ضعف وهوان ولكن اساس فكرتهم باعاده التمكين للدين هو اساس شرعي مستمد من الوحي ومن الممارسه النبويه والراشده، والله سبحانه يقول "الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور" فربط إقامة الدين بالتمكين والتمكين ليس شأنا فرديا بل شأن سياسي في المقام الاول، والله عز وجل يقول "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"، وهذه شريعة لا يقوم بها الافراد بل تحتاج الى نظام، وهي لا تسقط على توالي الدهور، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهو حكم أساسي في باب الأموال ونحن نعلم اليوم أن غالبية دول العالم الإسلامي تقر هذا الربا الذي قال الله عز وجل فيه عقب هذه الآية فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ويباح في البنوك والمؤسسات بل يسمونه فوائد وهو جزء اساسي من نمط الحياه المعاصره في بلاد المسلمين فانظر الى كارثيه احوال الامه في مساله اقامه الدين في حكم واحد من احكام الاموال التي لا تنصلح الا بادوات الدوله فكيف بغيرها من الأحكام والقيم ورسائل الدعوة مما عطلت عنه الأمة بقوة الدولة العلمانية وليتصفح المسلم كتاب الله عز وجل وليفتح معه كتب الحدود والأموال والسير والحسبة التراثية وغيرها التي تشتمل على الأحكام الشرعية التي لا تقوم بغير جماعة وإمام ليدرك مركزية الدولة في إقامة الدين ومن يستخف بجهود الإسلاميين العاملة على إعادة هيمنة الشريعة بأدوات الدولة وينسبها إلى العبث والأدلجة، فهو في مأزق عميق مع دينه وأمته، لا يشعر بحجم الكارثة التي تعيشها هذه الأمة، ولا يرى الكثير من أحكام الشريعة ورسالة الأمة الحضارية معطلة، يتلو المسلمون آياتها في الكتاب آناء الليل وأطراف النهار، ثم يجدون جلاوزة يمنعون إقامتها بالحديد والنار. وكنت قد ناقشت هذا الطرح الاستشراقي الجديد في أكثر من مقال، منها مقال: دولة الشريعة اختراع حدثي أم تقليد فقهي نشر على موقع الجزيرة عام 2018 وناقشت فيه أصحاب هذه المقولة كواء الحلاق ورضوان السيد وغيرهما ومقال الدولة الإسلامية بين واء الحلاق وعبد المجيد الشاذلي نشر عام 2022 على موقع حكمة يمانية فليرجع إليهما من أراد الاستزادة في معرفة دور الدولة الذي أراد تهميشه فيما يتعلق بإقامة الدين، وسبب انشغال الكثير من الدعاة بهذا الأمر. ثلاثة: ولا شك أن من الإسلاميين من يتبنى مفاهيم مركزية من الدولة الغربية الحديثة، كالمواطنة والديمقراطية، ببعض مضامينها الفاسدة والقومية وغيرها، ويحاولون تخفيفها وبناء صيغة إسلامية لها. ونحن لا نتفق مع هذا الطرح، بل كتبنا في بيان خطورته وتهافته عددا من المقالات والأبحاث والكتب. ولكن نقد هؤلاء لا يستلزم اسقاط فكره الاهتمام باقامه الدوله وتحكيم الشريعه فاسقاط افكار هؤلاء ومفاهيمهم الخاطئه عن الدوله وعلاقه الدين بها لا يسقط فكره مركزيه اقامه الدين بادوات الدوله ولقد وجدنا هؤلاء من اهل الفرقه يخلطون في كلامهم بين مختلف التوجهات الاسلاميه التي تناولت موضوع الشريعه واقامه الحكم الاسلامي فيتحدثون مثلا عن سيد قطب رحمه الله الذي ينقد النزعات الوطنية والقومية نقدا لاذعا، ويرى ممارسة البشر للتشريع من دون الله كفرا ناقضا للتوحيد، جنبا إلى جنب مع بعض الدعاة والمفكرين الذين بذلوا جهودا في المواءمة والتوفيق بين النزعة الوطنية والقومية من جهة، والانتماء الإسلامي من جهة أخرى، وبين الحكم الإسلامي والديمقراطية الغربية وما فيها من جعل البشر مشرعين من دون الله، والذين كانت الكثير من اجتهاداتهم محاولة للاقتراب من النموذج الغربي في الحكم وتسويغه ومن ذلك تعول السلطه واتساع صلاحياتها وفرضها للضرائب واحتكارها للعنف والواقع ان الذي يريد نقد التاثر بالحداثه الغربيه في اطروحات الاسلاميين السياسيه فثمه باب واسع لذلك ولكنه ليس نفسه باب نقد التركيز على محوريه الدوله في الاسلام وضروره الهيمنه على مفاصلها لاقامه الدين وإنقاذ الأمة من حاضرها المبوء بالتفلت عن الشريعة ومناقضة قيم الدين وأخلاقياته والضعف والتخلف فالخلط بين المقامين لا يخرج إلا من عدم تحقيق للمسألة أو محاولة لخلط الأوراق في مسألة لا يسع المسلم العاقل المنصف المطلع على أحوال أمته إلا الإقرار بها أربعة وكم يعجب المرء ممن يتحدث ليل نهار عن العقيدة وحفظ جناب التوحيد بل يرفع شعار التوحيد أولاً، ثم لا يرى مركزية قضية الدولة، ويستخف بالإسلاميين الذين جعلوا هذه القضية قضيتهم الأساسية، ويصمهم بالمناريين نسبة إلى مجلة المنار، الذي كان يصدرها محمد رشيد رضا رحمه الله، فكيف لا يرى علاقة التوحيد المتينة بقضية إقامة الشريعة؟ وكنت قد تناولت هذا الموضوع في الفصل الثاني من الكتاب، ولكني رأيت أن المسألة تحتاج إلى بيان أوسع لتأكيد علاقة التوحيد بالشريعة، فإذا كان هؤلاء من دعاة التوحيد الذابين عن جنابه كل شرك وانحراف، فهم أولى الناس بأن يكونوا من دعاة التمكين لدين الله في الأرض، وذلك من خلال تمكين الأمة ومن ينوب عنها من أهل الإسلام من مفاصل الدولة في بلاد المسلمين، وإزالتهم لمعالم الغربة الثانية، التي جعلت المسلمين يعيشون واقعا مناقضا لما يؤمنون به، ولما هو مسطور في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ بنقل فقرات نافعة مرتبطة بصلب هذا الموضوع من كلام الشيخ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله في كتابه حد الإسلام وحقيقة الإيمان الذي صدر في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. قال رحمه الله: إننا نستهدف اليوم أجل هدف وأسمى غاية ونتحمل أعظم أمانة. ان رسالتنا ليست محدوده بقضايا الاسلام المحليه او المعاصره بقدر ما هي تختص في الصميم بالعقيده الاسلاميه نفسها وتخليصها مما شابها وتجليتها للناس وهذا امر له اثره في حاضر المسلمين ومستقبلهم وبغض النظر عن هذا كله او حتى مع عدم دواعيه الملحه فالتصحيح امانه علميه وتخليص عقيده السلف مما شابها في حد ذاته رساله عظمى إننا نقول للناس: واحد، لقد عُرضت قضية الشريعة على الناس على أساس أن المسألة مسألة أفضلية شريعة الله على الشرائع الأرضية، وهذا أمر لا شك فيه، ولكن مع تبني القضايا القومية والتسابق فيها بين الحركة الإسلامية وغيرها من الحركات من علمانية وشيوعية وما إلى ذلك، فُهم من هذه الأفضلية أن قضية الشعب الأساسية هي قضاياه القومية، وأن مسألة الأيديولوجيات مسألة ثانوية، وأن ركونهم إلى أي من هذه الإيديولوجيات المتسابقة لتحقيق مصالحهم القومية لا يمس صميم اعتقادهم كمسلمين في شيء، أي بتحديد دقيق، لم يكن هناك ربط بين قضية الشريعة وأصول الاعتقاد أو قضية العقيدة. اثنان، وعندما حاولنا أن نبحث عن هذا الربط وجدناه مضطربًا جدًا في مفهوم أصحاب الحركات الإسلامية، حتى عند المتحمسين الغيورين جدًا. ومن اجل هذا كانت قضيه الشريعه لا تعدو ان تكون حتى عند هؤلاء الغيورين مساله من مسائل الانحراف في المجتمع كقضيه البدع مثلا او محاربه المسكرات بعكس ما هو وثيق جدا في القران الكريم الذي نجده يربط ربطا وثيقا محكما بين قضيه الايمان وقضيه الشريعه في مثل قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهو يربط قضيه الشريعه بقضيه الايمان وقاعده الشريعه بقاعده الايمان ثم نجده يربط تفصيلات الشريعه واحكام الفروع المختلفه بقاعده الايمان في مثل قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فهو لم يكتف بربط القاعدة بالقاعدة حتى ربط بين قاعدة الإيمان وفروع الشريعة. ثلاثة: وعندما تتبعنا جذور المسألة وجدنا هناك زحزحة مضطردة عبر قرون طويلة من التاريخ الإسلامي لقضية الشريعة عن مكانها من أصول الاعتقاد. 4. وأن هناك اضطرابًا شديدًا في مفهوم الإيمان، وهو أصل الدين وقاعدته الأولى، لاختلاط مباحث العقيدة بمباحث الفلسفة، وذلك أيضًا منذ زمن بعيد، وصاحبه انحراف ورثته العصور التعيسة لمفهوم الإيمان، وهو راجع إلى جرثومة الإرجاء التي تسللت إلى الفكر الإسلامي من قرون طويلة. 5. ومن أجل عدم الوضوح هذا لم يستطع صوت الإسلام ممثلًا في الحركات الإسلامية والشعور الإسلامي العام لدى الجماهير أن يتصدى للعلمانية، وأن يحدد موقفه منها بوضوح منذ تسللت إلى المنطقة، وكذلك فعلت الحركات الإسلامية المعاصرة مع النظم والأوضاع المعاصرة التي ورثت العلمانية عن الاستعمار، حتى أن منها الآن من يفكر في التعايش مع هذه الأوضاع، والالتقاء معها في منتصف الطريق. 6. إننا الآن عندما نتصدى لهذه الأمانة، لا نأتي بجديد، وإنما نصل من قطع، ونستلم راية الهداية من ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم، بعد أن تلقوها بدورهم من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، على بعد ما بينهم وبينه من عصور، لتخليص عقيدة السلف من توجيهات علم الكلام، حتى لا تكون آراء الفرق الكلامية المختلفة هي التي تصدر التوجيه للمسلمين. سبعة: فرسالتنا هي تصحيح مفهوم العقيدة. وتصحيح التوحيد، ودعوة الناس إلى التوحيد الخالص، وأن يقيموا حياتهم على قاعدة الإسلام الأولى وهي تصديق خبر الرسول جملة وعلى الغيب، والتزام شرائعه جملة وعلى الغيب، وبناء عليه وضع قضية الشريعة وضعها الصحيح في أصول الاعتقاد، وتجريد مفاهيم الدعوة من التلبس بغيرها من المفاهيم الغربية على الإسلام، وكذلك تجريد الحركة الإسلامية من التلبس بغيرها. انتهى كلامه. وقد تعمدت نقل كلام الشيخ عبد المجيد الشاذلي تحديدًا لأسباب: 1- أن الشيخ ينتمي إلى المدرسة التي ينتسب إليها هؤلاء، وهي مدرسة السلف والإمام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 2- أنه يتناول مسألة إقامة الشريعة باعتبارها مسألة إيمانية اعتقادية، ويرفض جعلها قضية مصالح دنيوية. وهو يربط بين الشريعة وبين العقيدة ربطا محكما. ثلاثة: أنه يرفض الالتقاء مع الأوضاع العلمانية الغربية في منتصف الطريق، وهو بذلك يرفض الأطروحات التي تخلط بين مفاهيم الشريعة والمفاهيم العلمانية والليبرالية. أربعة: أن عدم ربط أهل الفرقة هؤلاء بين السعي إلى التمكين وبين التوحيد، هو من ضمن هذا الخلل التاريخي والمعاصر الذي ذكره الشيخ. فهم بحاجة إلى تصحيح مفهومهم القاصر عن العقيدة قبل نقد مركزية خطاب الدولة عند الإسلاميين، فلو أنصفوا من أنفسهم لأدركوا أن الإشكالية هي في غياب البعد العقدي عن خطاب الدولة عند الإسلاميين، وليست في مركزية هذا الخطاب نفسه، فهي مركزية تفرضها حقائق الدين وواقع الأمة الراهن، ومن هنا ندرك أن تصوير التركيز على قضية الدولة وإقامة الشريعة باعتباره تأثراً بالحداثة الغربية هو تصوير زائف لا يعكس الواقع، ولا يعبر عن كل توجهات العمل الاسلامي المعاصرة، التي تضع قضية تحكيم الشريعة وإقامة الدولة الاسلامية ضمن قضاياها المركزية إن لم تكن أم القضايا. خمسة: أما الأدلة التفصيلية الأخرى التي تبين ارتباط قضية إقامة الشريعة بقضية العقيدة فكثيرة جدا، وننقل هذا السياق المليء بالأدلة من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يقول رحمه الله في بيان ما تتضمنه شهادة التوحيد: والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا من التعطيل والتمثيل. ويكون في إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتهوا عما نهوا عنه ويحللوا ما حلله ويحرموا ما حرمه فلا حرم إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا" إلى آخر السورة. وما ذكره في صدر سورة الأعراف، وكذلك قوله تعالى "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله". وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع الا وفيه نوع من الشرك كما قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وقد قال تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق" ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون" فقرن بعدم ايمانهم بالله واليوم الاخر انهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق والمؤمنون صدقوا الرسول فيما اخبر به عن الله وعن اليوم الاخر فامنوا بالله واليوم الاخر واطاعوه فيما امر ونهى وحلل وحرم فحرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا دين الحق فان الله بعث الرسول يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فامرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر واحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث ولفظ الاسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الاخلاص من قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فلا بد في الاسلام من الاستسلام لله وحده، وترك الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقة قولنا لا اله الا الله، فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر ان يشرك به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته، وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك؟ فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم فاليهود موصوفون بالكبر والنصارى موصوفون بالشرك قال تعالى في نعت اليهود (أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ) وقال في نعْتِ النَّصَارَى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون وقال تعالى في سياق تقريره للاسلام وخطابه لاهل الكتاب قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الى قوله ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ولما كان اصل الدين الذي هو دين الاسلام واحدا وانما تنوعت الشرائع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انما عشر الانبياء ديننا واحد الانبياء اخوه لعلات وانا اولى الناس بابن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي، فدينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت، وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع، كتنوع الشريعة الواحدة، فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة. كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة، ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد، وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته، فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة، وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما، ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. فامر الرسل ان يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. ومن يقرا كلام ابن تيميه والادله القرانيه الحاسمه التي استدل بها سيدرك بجلاء ارتباط قضيه التحليل والتحريم او التشريع او الحكم بقضيه التوحيد، وسيدرك الى اي درجه يستخف اهل الفرقه هؤلاء بالعقول حين يتناولون قضيه اقامه الدين في المجال العام وفي المجالات التي عطل عنها في واقعنا المعاصر، باعتبارها قضيه سياسيه فحسب، او باعتبارها تضخيما من دور الحاكم والسلطه. ان واقع معظم بلدان المسلمين اليوم ان منظومه التشريع باسرها قد بدلت من منظومه قائمه على الكتاب والسنه وما بني عليهما عبر طريق الاجتهاد المنضبطه كما في اصول الفقه الى منظومه مطابقه للمنظومه العلمانيه اللادينيه الغربيه التي تعتمد على المشرع الوضعي وعلى نظام الاكثريه بصرف النظر عن العداله والعلم الشرعي وضوابط الشرع فيمنعون شرع الله من النفاذ بالنظام التشريعي وبانظمه قضائيه تحكم بغيره ويشرعون باهوائهم ما يخالفه، ويقرون القوانين التي تحمل احكاما هي بخلاف ما حكم به الله سبحانه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في ابواب السياسات والعلاقات الدوليه، والاموال والانظمه التعليميه، وعلاقات الجنسين، والاجتماع وغير ذلك من تفاصيل حياه المسلمين في بلادهم، بل ان الشريعه التي يقولون في دساترهم انها مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ليست مصدرا رسميا. بل مصدر مادي، فهي خطاب إلى المشرع الوضعي، وليست خطابًا إلى القضاة. فإذا قرر المشرع الوضعي فقط أن تكون قانونًا، صارت قانونًا نافذًا وحكم بها القضاة. ولو حكم القضاة بالشريعة مباشرة بما يخالف القانون الوضعي، بطل حكمهم حتى لو كان حكمًا قطعيًا أجمع عليه المسلمون، كما في شأن أحكام الزنا والقذف وشرب الخمر، والسرقة وقطع الطريق، والأحكام المالية، وغيرها من الأحكام. فكيف يقال بعد كل ذلك ان من يركز على قضيه حاكميه الشريعه واقامه الدوله الاسلاميه انما يفعل ذلك لاغراض دنيويه وانه يقدم بذلك هذه القضيه على العقيده وكان العقيده التي يعرفها هؤلاء غير العقيده التي يعرفها المسلمون وكان التوحيد الذي يقولون انه اولا لا يتضمن عندهم افراد الله سبحانه بالحكم بقبول شرعه ورفض ما سواه وليقرا المسلم بقلب حاضر هذه الايات ليكون على يقين من علاقه اقامه الشريعه واتباعها والتحليل والتحريم بما انزل الله بالعقيده والتوحيد قال سبحانه الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الايات نزلت في المنافقين، فانظر الان كيف شابه فعل المتحكمين بامور بلاد المسلمين من المسؤولين عن تبديل الشريعه والتحكم الى غيرها فعل هؤلاء المنافقين. وهل ينكر عاقل أن للأمر علاقة جوهرية وثقة بالعقيدة؟ ولتقرأ كلام المفسرين حول هذه الآيات لتدرك غورها ودلالاتها، ويقول تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم" "ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا". يقول الامام ابو البركات النسفي الحنفي المتوفى سنه 710 هجريه في مدارك التنزيل في تفسيرها: "فان كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر، وان كان عصيان فعل مع قبول الامر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطا وفسق". ويقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله". يقول الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الأشعري الشافعي المتوفى سنة 685 هجرية في أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسيرها بسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوه، وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرضى بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافرا مستوجب القتل، وتقريره ان ارسال الرسول لما لم يكن الا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرضى بحكمه لم يقبل رسالته، ومن كان كذلك كان كافرا مستوجب القتل. ونكتفي بهذه النقول والادله الواضحه البينه، التي لا يشك من يطالعها ويتدبرها وينظر الى واقع المسلمين اليوم، ان هناك انحرافا كبيرا في هذا الباب، وان هذا الانحراف مرتبط بالعقيده والتوحيد. وأن من يهون من أمره لم يفهم التوحيد على حقيقته ولم يدرك خطورة الأوضاع التي وصل إليها المسلمون ستة وكما بينا أن علاقة التوحيد بالشريعة هي علاقة وثيقة فكذلك نؤكد هنا أن علاقة التوحيد بامتلاك المسلمين الموحدين للسلطة والتمكين في بلادهم هي علاقة متينة جدا ليس فقط من باب أن التحليل والتحريم بما أنزل الله هو المقتضى المباشر لكلمة التوحيد كما بيّنّا، بل من باب أن السلطة القوية المنسجمة مع دين المجتمع من عقائد وقيم وأخلاق وأحكام شرعية التي تحمي هذا الدين وتحافظ عليه ضرورية لحفظ جناب التوحيد، وأن السلطة المعادية لدين المجتمع التي يقوم عليها علمانيون وموالون لأعداء الأمة يبثون ما يناقض التوحيد ومقتضياته ليلاً نهار، هي مما يطعن بجناب التوحيد ويشكل خطورة على دين المسلمين. عقائدهم واخلاقهم وقيمهم واحكامهم ان التمكين في الارض ليس غرضا دنيويا بقدر ما هو من اسباب اقامه الدين الرئيسيه قال تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فالساعي إلى التمكين غايته الأولى إقامة فرائض الدين التي هي مقتضيات التوحيد. فالتوحيد ليس نظرية مصمتة، يجب اعتقادها والحديث عنها والدعوة إليها على ألسنة الأفراد فحسب. وقال سبحانه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون" فبدأ الآية بالإيمان وختمها بالتوحيد، فهي من مبتدئها إلى منتهاها مرتبطة بالعقيدة، وإذا نظرنا إلى مضامينها وجدنا الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين وتحقيق الأمن، وهي من أهم غايات إقامة الدين، ومن مهام الدولة الأساسية، فلا بد أن يستخلف المؤمنون الصالحون في الأرض ولا بد من تمكين الدين لهم ولا بد من اوضاع امن لا اوضاع خوف وملاحقه وتضييق فهذه شروط جوهريه في اقامه توحيد الله في الارض على الوجه الذي اراده الله وفي اقامه مقتضياته من قيم واخلاق واحكام شرعيه فرديه وجماعيه وهذا كله لا يحدث من غير امتلاك المسلمين لامر الدوله في بلادهم والاستعانه به على تحقيق ذلك فكيف يزاهد بعض الناس بقضيه الدوله وكيف يغفلون عن مركزيتها في باب حفظ جناب التوحيد؟ وقد روى ابن شبه المزداد سنه 173 والمتوفى سنه 262 في تاريخ المدينه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال: لما يزع السلطان الناس اشد مما يزعهم القران. ونحن نرى مصداق ذلك في واقعنا الراهن، ودور السلطه فيه في صلاح امر الناس او فساده. إذا كان دورها في عصر عثمان والصحابه رضوان الله عليهم وفي العصور التي تلتهم ذلك الدور المركزي فكيف في عصرنا هذا الذي تضخمت فيه المجتمعات وصارت السلطه تهيمن على مرافق كبيره من المجتمع كمؤسسات التعليم والتوجيه الثقافي عبر الاعلام وسائر مؤسسات المجتمع ولا نقول ليس للمجتمع والافراد دور في صلاح الامه بل لا يقول ذلك عاقل ولكننا نؤكد على دور الدوله المركزي في توجيه القيم والحفاظ على عقائد الناس او افسادها. وهؤلاء الذين يقللون من اهميه طلب العدل والحكم الراشد ومكافحه الاستبداد والفساد ورفض الوقوع في قبضه الغرب والسعي الى التقدم والقوه والرياده وتجاوز التخلف والضعف والتبعيه، يغفلون عن كون هذه الاهداف مرتبطه ارتباطا وثيقا بتحقيق التوحيد، لانه حين تكون بلاد المسلمين متحرره من الهيمنه الغربيه، ولها قوه ذاتيه كافيه، فتقيم الدين وتحمي الأمة هذا الحكم الإسلامي وتشارك فيه وتأطر الحاكم على الحق والعدل وتدخل في مضمار الحضارة والتقدم وتسابق الأمم الأخرى في الصناعة والقوة العسكرية تكون أكثر حصانة من لوثات الأفكار الغربية والتبعية للقوى الكبرى وما تفرضه من تميع لمسائل العقيدة والشريعة وإدخال القيم العلمانية والليبرالية المنافية للتوحيد ومقتضياته ونحن نشهد ما يحدث في الكثير من البلدان العربيه والمسلمه اليوم التي ادى فساد انظمتها واستبدادها وضعفها ووقوعها في التبعيه وخلوها من عناصر القوه والتقدم والحضاره الى هشاشه حمايتها لجناب التوحيد وسرعان ما سقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحلت مكانه مؤسسات الترفيه وبث القيم الغربيه واستجلاب ما يفسد المجتمع ويعادي اخلاقه وانفتح المجتمع على القيم الغربيه الفاسده وكان للسلطه دور رئيسي في ذلك ومن ثم فان الدعوه الى اصلاح السلطه واقامه الحكم الراشد الذي يقيم دين الله ويتصف بالقوه وتمثيل الامه ومشاركتها هي دعوه لصيقه جدا بالتوحيد وصيانه جنابه والدعوه اليه واهل الفرقه هؤلاء قد قصر فهمهم عن كل ذلك فامعنوا في التخذيل عن الشان السياسي واعتبروه امرا هامشيا بالمقارنه مع الدعوه الفرديه الى التوحيد وتصحيح العقيده بل جعلوا الانشغال في الشأن السياسي سببا لمنافاة التوحيد باستحضار النماذج الشاذة وتجاهل أساس الدعوة إلى تغيير السلطة وهو إقامة الدين ونشر معالم التوحيد ومقتضياته والخروج من الهيمنة الغربية فكان تشغيبهم على الانشغال السياسي محل شبهة إذ وضعوا أنفسهم في خانة المخذلين عن تغيير هذه الأنظمة المعطلة للشريعة والداخلة في التبعية لأعداء الأمة وهم في أحسن الأحوال جهلة ضاقت آفاق نظرهم عن إدراك علاقة الحكم والسلطة بحفظ جناب التوحيد والعقيدة. سبعة وإذا عدنا إلى بدايات التركيز على هذه القضية في عصرنا وهي قضية تحكيم الشريعة، سنجد عالما كأبي هبة الله إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الحسني الإسعردي الأزهري، توفي نحو 1350 هجرية، ينشر رسالة بعنوان: تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن. وقد كتبها لجمعية الاتحاد المحمدي المتجمعة لطلب العمل بالشرع الأحمدي المناهضة لجمعية الاتحاد والترقي، وقال في مقدمة رسالته واصفا من هجروا علم الكتاب والسنة وانشغلوا بما لا يسمن ولا يغني وغفلوا عن هذا الخطب العظيم، فهم ولا شك من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا فلذلك أظلمت منهم القلوب والبصائر وعميت منهم السرائر فلا ينتبهون للخطوب التي تحل بهم، وإن انتبهوا فقلّ ما تجد فيهم من يفتدي نفسه في سبيل دفع ذلك الملم المدلهم، فكل يقول أنا مالي، حسبي مراقبة حالي، والدين له رب يحميه، يحوطه ويعليه، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، أفما قرأ عمره القرآن هذا القائل، فيرى أمر ربه بالدفاع عن دينه وشرعته، وبذل الجهد المستطاع في إعلاء كلمته؟ نعم، قال عبد المطلب البيت له رب يحميه لما لم يجد عنده من الاسباب الظاهره ما يقاوم به ابرهه الفيل ويكفيه فالتجا في المعنى الى ربه واظهر له عجزه عن ذبه حتى كان ما كان اما والانسان يتمكن من نصر الحق ادنى تمكن ولو بالبيان او بالقلم او اللسان فلا يسوغ له التاخر عن ذلك كيفما كان لماذا اذا اهتضم في شيء من حقوقه يسعى اقصى جهده ويبذل غايه وسعه في الحصول على مطلوبه ويداب الليل والنهار ويتوسل بكل الوسائل حتى البعيده المتوهمه للوصول الى مرغوبه ما ذاك الا لنقص وضعف في الايمان وانحطاط في الهدايه والعرفان فلا يتالم ادنى تالم باكبر شيء في دين الله ويتالم اشد التالم اذا اصيب باحقل شيء في دنياه فهؤلاء هم كما قال القائل لابنه كما انشده في المدخل أبُنيَّ إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر. ثم يقول واصفًا عظيم البلية التي ابتليت بها الأمة في ذلك الوقت في أواخر عهد الدولة العثمانية، قد نسوا القرآن واطّلعوه خلف ظهورهم بالكلية، واعتاضوا عنه بقوانين الكفار، وآراء ابتدعوها تقولًا على الشريعة الغراء الأحمدية. ولم يرضوا بحكم الله ورسوله فيهم، ورضوا بأحكام الكفار وآرائهم، فتعساً لها من عقول، لا تشترى ولا بالبقول، وهم مع هذا يزعمون أنهم من العقل على جانب عظيم، لا يلحقهم فيه الحديث ولا القديم، وليت شعري أي عقل يكون لمن لا يرضى بحكم أحكم الحاكمين وأعلم العالمين وأعدل العادلين، ويرضى بحكم أجهل الجاهلين وأظلم الظالمين، فهذا رجل كتب في قضية إسقاط الشريعة عن الكثير من الاوضاع الجماعيه وبعض الاوضاع الفرديه بقوه الدوله وقوانينها ونظر اليها باعتبارها قضيه في صلب الدين بل ذم من يبذلون الجهود لتحصيل حقوقهم الدنيويه ويغفلون عن المس باصل الدين قال عنهم فلا يتالم ادنى تالم باكبر شيء في دين الله ويتالم اشد التالم اذا اصيب باحقر شيء في دنيا فهل يقول عاقل عن هذا الخطاب انه تمركز حول قضيه الشريعه لأنها تختلط بحقوق العباد الدنيوية، وأغفل أساس الدين من التوحيد الخالص لله والعقيدة، من هنا تدرك فظاعة هذا القول ومخالفته لحقيقة الواقع. ثمانية واختم بكلمات نافعة للأخ الباحث الفاضل أحمد مولانا، يقول حفظه الله في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: ما يحدث في سوريا واليمن والعراق من قتل وتشريد للملايين، وما يفعله الاحتلال في فلسطين وكشمير وبورما وتركستان الشرقيه من تنكيل واضطهاد وما يحدث في مصر والعديد من دول العالم العربي من استبداد وافقار وتجهيل وما نراه من قوارب الموت في البحر المتوسط وقوافل الموتى في الصحراء التي تضم الهاربين من جحيم العيش في بلادنا لهي امور ينبغي ان تدفع امتنا باتجاه بناء مشروع نتحرر به من تلك الاوضاع البائسه ويكفل للانسان الحياه بكرامه انتهى قوله. ولعل حساسيه اهل الفرقه لكل ما يتعلق بالانسانويه قد تحفزت عند قراءه هذه الكلمات. فهم يرون ان استهداف ما يصب في حقوق الانسان وكرامته هو تاثر بالمذاهب الانسانويه الغربيه. وليس الامر كذلك. وقد غال القوم في هذا الشان حتى اداهم الى انكار حقائق اكد عليها الكتاب والسنه. كما سنبين في الفصل التالي باذن الله.